هلا شباب، شلونكم؟ اليوم خلينا نحكي عن الكتب اللي عندي اياها. جيب لكم جلاس قهوه، جلاس شاي، بيبسي، وات ايفر، وتفرجوا يعني. بين العصر والمغرب. اول شيء انا احب ابدي اقول انه انا صار لي هواي دارد اسوي هذا الفيديو، واني نفسي احب اتابع الفيديوهات الناس اللي يشوفون مالتهم البوك كولكشن والدي في دي كولكشن. انا سويت فيديو الرابط مالته هنا حيطلع عن الدي في ديز والبلورايز اللي عندي اياهم. فاليوم حبيت اسوي لكم فيديو شويه طويل عن الكتب اللي عندي اياهم. اذا شفته طويل حبتين زياده راح اسويه على تو بارترز. اول شيء خل ابدي بالمانجا. اول مانجا عندي اياها هي فاجابوند، هذا بس البارت الاول. انا مو كلش الي بالمانجا، بس يعني حاولت اقرا هاي المانجا. هي حلوه يعني، عن ساموراي يطلع ويفتر ويصادق ناس ويكتل بناس، وقصه حب. صراحه انا اريد اكملها بس نسيت، هسه ذكرت انه عندي اياها على الشلف. المانجا الثانيه عندي اياها هي اوزوماكي. مثل ما تشوفون اوزوماكي هي من جونجي ايتو. سوري يعني اي نو اني ام بوتشرينج ذا نيمز، بس هاي المانجا حلوه، عبارة عن قصص رعب وشغلات كلش غوري، مدينة جدا غريبة تصير بيها هواي أحداث غريبة، والبطلة مالتنا شي اكسبيرينس هاي القصص تصير بيها وتصير بجيرانها وبعائلتها. يعني فيكة كلش غوري وكلش بلودي، ويعني مانجا. الكتاب الثاني اللي عندي اللي هو فان كوخ ذا كومبليت بينتينجز. فان كوخ هو رسامي المفضل، وهذا الكتاب بكل رسمات فان كوخ، الكولكشن الكامله لرسمات فان كوخ. انا كلش احب هذا النوع من الكتب اللي يسموها عاده كوفي تيبل بوكس، و يعني استمتع بين فتره وفتره اجيب الكتاب اقلب اشوف شنو عنده لوحات حلوه، كل لوحه كاتبين بيها التاريخ مالتها وليش رسمها وش وقت. ف يعني كتاب مسلي، واكثر ما قلت لكم هو اسمه كوفي بوك تيبل. ومن مجموعه الكوفي بوك تيبلز دالي ذا بينتينجز. دالي هو الرسام المفضل عندي بالنسبه للنيو ويف ارتست. مثل ما تعرفون دالي اللي يشوفون مالت الوجه مألوف لوكاسا دي بابيل، الحراميه لابسين قناع، هو وجه سلفادور دالي. دالي هو فنان اسباني، وجدا انا احب مانت الشغل واحب مانت اللوحات، وهذا هم نفس الشيء. كوفي بوك تيبل دي كل لوحاته وكل اعماله وليش وشلون وبيش وبيا معرض موجوده، يعني كتاب يسلي. بمجموعه الكوفي بوك تيبلز عندي ذا ستانلي كوبريك ارشيفز. ستانلي كوبريك بالنسبه لي هو احسن مخرج بالتاريخ، لا كوينتن تارانتينو ولا لا، كلهم فمخرجين عظيمين، لكن ستانلي كوبريك كان جينيوس. واللي ما شايف افلامه اي هايلي ريكومند تروحون تشوفون افلامه. فيلمي المفضل له هو 2001 سبيس اوديسي. هذا المخرج ما عنده فريم بالافلام مالته اذا ما يريد يحكي على فت قصه معينه، اذا مو السبب معين، وفعلا يدرس. وهذا الكتاب بكل اعماله كل افلامه، صور بيهايند ذا سينز، صور للسكريبتات اللي هو كاتبها، صور له همينه. كتاب اي هايلي ريكومند للناس اللي تحب ستانلي كوبريك والناس اللي تحب السينما ورواد السينما. ف يا كلش فرحان انه هذا الكتاب انا عندي اياه. المجموعه الكامله لجيم اوف ثرونز. جيم اوف ثرونز اكو داعي احكي اكثر؟ كتب جيم اوف ثرونز. خليني اكون وياكم صريح، انا واصل لنص الكتاب الاول فقط اللي هو جيم اوف ثرونز. ليش؟ ما اعرف. القصه شويه يعني جورج ار ار مارتن كاتب عظيم، لكن بقصصه وبكتب مالته مال جيم اوف ثرونز يفصل كلش هوايه، يعني كل واحد كل شخصيه تفوت يقول لك هو ايش لابس وشعره ايش حاط جل عليه وايش حاط ريحه، يعني اتس تو ماتش ديتيلز بالنسبه الي. مو ممله الاحداث، يعني احداث جيم اوف ثرونز كمان، بس اعتقد شويه المسلسل اتس سبويلد بالنسبه الي متعه القراءه مال الكتب، لكن اني اكيد اريد ارجع اقراهم. بس يعني صراحه اتس ان انفستمنت، يعني لازم شقد تصرف وقت على ما تقرا كل هذول الكتب، لكن حاطهم انه ارجع اقراهم. دا انتظر ينزل الكتاب الاخير على ما تكون سلسله كامله، وجوز اجرها جرها واحده واقراهم كلهم. The Lord of the Rings المجموعة الكاملة، The Fellowship of the Ring، The Two Swords، The Return of the King، و The Hobbit.
Lord of the Rings. شنو منحكي على هاي السلسلة؟ J.R.R. Tolkien واحد من أعظم الكتاب الأدب الإنجليزي الحديث. هاي الكتب I cherish it كلش هواية، كلش أحب أني Lord of the Rings، واحد من أفضل الفانتزيز بالنسبة للأفلام. وقررت أنه أقرأ الكتب مثل ما تشوفون هذولا بعدهم بالسليفون، بعدهم بالباكيت. The Two Towers and Return of the King، The Fellowship of the Ring خلصته، وقرأت قبله The Hobbit اللي هو سلسلة الجزء القبله. لكن أكو مشكلة بهاي الكتب، خلاص أقربها على الكاميرا، كلش ما مبينه، يمكن كلش الكتابة كلش صغيرة. يعني أنا عميت وأني دا أقرأ الكتابة الموجودة هنا، مرات الحكي هيك يروح يمنا ويسرى، لأن ما أدري ليش هاي الكتب. أتذكر أني وصيتها من محل مال كتب بالأردن، أعتقد يعني طلعت second hand أو هيك الشيء، لأن كانت كلش رخيصة. احتمال أجيب أني السلسلة الأصلية على ما تكون أوضح، لكن أكيد Lord of the Rings واحد من أحسن الكتب. Harry Potter 1, 2, 3 and 4. هاري بوتر لازم احكيها بالبريتش اكسنت. يعني شنو من قال همين على سلسله هاري بوتر. اي لاف هاري بوتر. وهاي الكولكشن هي الكولكشن الثانيه اللي عندي اياها من سلسله هاري بوتر. انا قاريها من ايام بغداد وبعمان كملت السلسله، لكن قررت ارجع اقراها. وصلت هسه للكتاب الثالث، راح اخلصه ووراها راح ابدي بالرابع اليوم يمكن. يعني هاري بوتر عالم من السحر وعالم من الجمال، من الأفلام مالته. وخل أشوفكم، أنا عندي الأيت فيلم كولكشن لأفلام هاري بوتر. كل أفلام هنا موجودة، أفلام رائعة، وآي هايلي ريكومند. وأنا حكيتها بفيديو تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الأفلام، موجود اللينك هنا. إذا تريدون تقرون كتب تعلمكم اللغة الإنجليزية بطريقة سلسة وطريقة حلوة، اقروا كتب هاري بوتر وابدوا بيها من البداية. البداية مالتها اللي هي The Philosopher's Stone، وراح تصعد وياكم الليفل مال الانجليزي شوي شوي. تكون طبعا الكتب مثل ما تشوفون دا تكبر ويا كل جزء، لكن واللغة مالتها تتطور، فانت شوي شوي تطور نفسك ويا لغة الكتب مال هاري بوتر. اجين شنو من قال على هاي الكتب الرائعة. The Essential Writings of Ralph Waldo Emerson. هذا الكتاب بعدني ما قاريه وما أعرف عنه أي شيء، لكن انطاني يا صديقي فهد، شارع أوت الفهد إذا دا يشوف الفيديو. بعدني ما بديت بيه صراحة، لكن he highly recommended، قال لي اقرأ. يحكي عن واحد من الفلاسفة المشهورين، وكل الرايتينجز مالته مجمعيها بكتاب واحد. كلش متحمس أقرأ، لكن صراحة حاطه باللست على فهد، راح أقرأ قريبا. A Brief History of Time و The Universe in a Nutshell لستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج أشهر كاتب أستروفيزيكس بالعالم، أشهر أستروفيزيست بالعالم. وهذول أشهر كتابين إلى A Brief History of Time و The Universe in a Nutshell. والحلو بهذا الإديشن إن هما The Illustrated Version، يعني كل الحكي اللي انقال بالكتاب كله متصور، كله illustrated. فجدا حلو يفيد لما تقرأ، لأن يفهمك الأستروفيزيكس ويفهمك كل شيء له علاقة باليونيفرس والريلاتيفيتي، ويعني كل الأمور اللي هي العلاقة بالفيزياء الكمية، الفيزياء الفضائية موجودة بهذا الكتاب. أنا كلش أحب هذا المجال. وتحية لجون مفتاح، شاب عراقي يدرس فيزياء فلكية بنيويورك، استضافه أنس من داخل أمريكا، وكلش تونست بمانت الحلقة، وإن شاء الله راح تشوفه قريبا على القناة، نسوي فيديو سوا. سوالي واهس أرجع أقرأ وأرجع أدخل بعالم الأستروفيزيكس. وهذا الكتاب أنا مشتري من زمان ومخلصه، لكن هسه داريد بعد أدرس على الموضوع. فترقبوا جزء أحكي فيديوهات عن الأستروفيزيكس. هاي القناة طلعت على كل شيء. أستيريوس بوليب. شون ينقال اسم هذا الكتاب؟ أستيريوس بوليب. أستيريوس بوليب. والكاتب ديفيد موزوتشيلي. مازاتشولي. ديفيد ماتزوكيلي. ما مهم شنو اسم الكتاب، ما مهم اسم الكاتب. أسترو بوليب اسمه هو هذا الكاتب. هذا الجرافيك نوفل، وهاي الجرافيك نوفل هي أحلى جرافيك نوفل أنا قاريها بحياتي حرفياً. أنا كل شوية أقرأ جرافيك نوفل مثل ما حتشوفون فات شوية، وهاي أحلى جرافيك نوفل أنا قاريها. تحكي عن مهندس معماري وحياته بنيويورك، وحياته وحب حياته وقصة حياته وأخوه التوأم. يعني فد كتاب رائع، أسلوب بالرسم رائع، أسلوب بالسرد جميل.
I highly recommend انه تشترون هذا الكتاب او تقروه، تلقوه اونلاين. اونلاين ما اعتقد موجود، حاولوا تلقوه بالمكاتب او توصون عليه. اذا انتم بالاردن، باي ذا واي، اذا انتم بالاردن اكو مكتبه اسمها وايت سكرين، هاي المكتبه موجوده بالصيفيه، تروحون عنده، عنده كل الكتب مال جرافيك نوفلز، واي كتاب تريدوه تقولوا له نريده يوصلكم اياه ويجيب لكم اياه بسعر الببلشر، يعني بنفس السعر اللي مكتوب على ظهر الكتاب راح يجيب لكم اياه. اذا انتم بغداد هم يعني اكيد اكو مكاتب تسوي نفس الشيء، لكن انا اعرف بالاردن اكو وايت سكرين، وطبعا اذا انتم باي مكان بالعالم تقدرون تشترون من امازون. اي هايلي ريكومند هذا الكتاب. ثيرم روم، هاي مانجا، طبعا الكتاب كل شكله فانسي، لكن هي بالحقيقة هو مانجا عن الحمامات الرومانية اللي باليابان. اليابانيين عندهم الحمامات الببليك او الباث، شيء جدا معروف وشيء جدا منتشر. فهذا الكتاب يحكي شلون، او هذه المانجا تحكي شلون هذا التأثير اجى، وشاب ياباني ينتقل يدخل بأحد هاي الحمامات ويشوف نفسه بروما، ويعني حلو دراما. هو بي أكثر من واحد، أنا قرأت بس البارت الأول، بي أنمي وبي فيلم كلش مشهور، يعني it's nice. أنا أعتقد المانجا مو إلي، مو كلش يعني دات ولا مياها. مايكل بوبلي on stage off stage don't judge me، هذا الكتاب أنا مشتري من زمان، قبل 10 سنين أو أكثر. مايكل بوبلي هو مغني جاز، وهذا الكتب عبارة عن مجرد صور إله، يعني هيجي صور وقصة حياته، it's nice. يعني هاي السوالف من كنا تينيجرز كنا نشتريها، يعني مو كلش تينيجر بس يعني أحب الرجال بقى. حليو ترى والله، أغاني شقاقية. Preacher Book 1 و Preacher Book 2. Preacher هو أحد الكوميكس المستقلة من شركة Vertigo اللي هي هم تابعة دي سي لكن تعتبر مستقرة. Preacher يحكي عن أمور جدا ممكن تكون حساسة لكثيرين من الناس، يحكي عن قس تصير بحياته، مشاكل معينة، and he tried to find God حرفيا. ما راح أفوت بمواضيع الكتاب، لكن الكوميك بوك كل شيء ونس. وهسه من عنده أكو مسلسل، المسلسل شفت من عنده كم حلقة، شوية بتعدوا عن الكتب، لكن still الكتب بالنسبة إلي والكوميكس أحلى بهواية من المسلسلة. Snot Girl لبراين لي أوميلي. Snot Girl طبعا راح تشوفه تقول انت رجال، شطولك شعرضك تقرأ كتاب مرسوم عليه هاي شي حاتة بنية وما أدري شنو. أوكي خلي أحكي لكم قصة شوية. براين لي أوميلي مثل ما حتشوفون هو واحد من المانجا أرتست، أو هو طريقته يرسمها مثل المانجا، لكن هو كندي كاتب وراسم، واحدة من أكثر السلاسل اللي أنا أحبها اللي هي سكوت بيلغرام. فهذا كتابه جديد، وأني صراحة اشتريته بس لأن أني أحب براين لي أوميلي، لكن الكتاب يعني مو فتشي وما أعتقد راح أكمل على هاي السلسلة، كلش بناتية وما منها أي داعي. Seconds لبراين لي أوميلي، نفس الكاتب براين لي أوميلي سوى كتاب وراء سلسلة سكوت بيلغرام اسمه Seconds. الكتاب هذا يعني it was okay، الطريقة مالته كانت نايس، شوية همينة بناتي الكتاب، لكن أكيد أقل من Snot Girl. حتى صراحة يعني أنا مدى أتذكر شنو كان الكتاب عن شنو. I guess it's very forgettable، يعني بس لأن هم again لأن براين لي أوميلي فاشتريته. سكوت بيلغرام 1-6. هنا ندخل لشيء اللي أنا أحبه. سكوت بيلغرام هي مجموعة من الكتب، من الكوميكس، من المانجا، شتريدون سموها جميلة جدا. أنا هاي الكتب يعني الشخصية سكوت بيلغرام أنا كبرت وياه، يعني أول كتاب ما أدري قد كان عمره، هو يمكن كان عمره 21 سنة، أنا كان عمري 21 سنة، ومن خلص كتاب كان عمره 26 أو 27. نفس الشيء أنا هم كان عمري هيك شيء، فكانت المواضيع والأحداث اللي صارت وياه كلها يعني relatable بالنسبة إلي. سوى من عنده فيلم بطولة مايكل سيرا، فيلم كلش حلو، والكتب I highly highly recommend الكتب. هاي كانت إذا تشوفون كانت بالأبيض وبالأسود، وبعدين هو رجع نزل الكتب كلها بألوان، نفس الكتب لكن بالألوان. أنا اشتريت بس الفوليوم الأول وقلت يعني أنا قاريها already، ورجعت قريتها قلت أوكي أنا تونست بيها لأن كان عمري أصغر بعشر سنين، ف
ما اشتريت الكتب البقية، لكن highly recommend لكل الشباب اللي بالعشرينات يشترون سكوت بولغروم إذا يحبون المانجا ويحبون الأكشن والكوميدي، جدا حلو جدا مسلي، أو شوفوا الفيلم. هسه راح ندخل بسكشن يعني كلش أحبه اللي هو الكوميك بوكس. راح نبدي بسلسلة دي سي، عندي كم كتاب من مارفل، فأنا كلش راح أتونس بالسوالف على هاي الكتب. DC Comics The Ultimate Character Guide، أصدقائي جابوا لي على عيد ميلادي هذا إنسايكلوبيديا لكل شخصيات DC، كل شخصية موجودة بعالم DC أعتقد تقريبا كلها، حاطي لك عنها معلومات وشارحي لك عنها وشنو معناتها القوة وش وقت طلعت أول مرة. كتاب حلو اللي يحب صدق DC ومرات يعني يعجبك تقرأ أو تشوف كاركتر جديد، ترجع على هذا الإنسايكلوبيديا وتعرف من وين جاية. The New Frontier by Darwin Cook. داروين كوك هو واحد من الكتاب اللي توفوا قبل سنتين، وهو كاتب ورسام لدي سي. الطريقة مالته جدا جدا مميزة، راح أحط لكم صور من الجرافيك نوفل مالته. يعني هو يرسم طريقة كأنه الرسم مالته بالخمسينات بالسبعينات، ما أدري إذا مبين بالشاشة، لكن حتى تشوفون الكاركتر شون هو راسمهم، طريقته مميزة جدا. وThe New Frontier هي قصة لدي سي يسموها Elseworld، يعني مو من ضمن الكونتينوتي اللي دا تصير، مو من ضمن السلسلة وان دي سي. الهيروز يمنعوهم انه يحاربون وتصير عندهم مشاكل ويعرفوك على سوبرمان وعلى مارشن مان هانتر، ينطوك اوريجين جديدة له وغرين لانترن. قصة جدا حلوة جدا جميلة، وهاي الديلوكس اديشن I'm very proud of it. باتمان The Dark Knight Saga The Deluxe Edition. باتمان The Dark Knight Rises هو أكثر كتاب الناس اللي يحبون باتمان they recommend it. الكتابة طبعا الكاتبة فرانك ميلر، وخصوصا Part 1 أو الجزء الأول من The Dark Knight Rises، هسه ولا جزء ثاني ثالث همينه. الأول كان masterpiece. باتمان في سوبرمان واحد من أكثر الأفلام اللي دي سي lovers يحجون بي، هواي لقطات وهواي شغلات خصوصا العركة بين باتمان وسوبرمان ماخذيها من هذا الكتاب، وperfection يعني جدا جدا جميل. لكن البارت 2 مالته جدا يعني ما ادري شو اقول لكم عليه، سيء، والرسم مالته كلش تعبان، وما ادري يعني ما ادري ايش صار بي فرانك ميلر، شكله ما كان صاحي، جدا كان سيء. لكن البارت الاول يسوى، وهاي طبعا انت ديلوكس اديشن ومثل ما تشوفوها تكون كبيره وهارد كفر، فهمين I'm very proud of this book. Superman Unchained. Superman Unchained هي ماخذيها من The New 52، ران جديد للكوميكس. إذا تريدون أحكي عن الكوميكس أكثر وأشرح لكم التاريخ الزمني لدي سي كتبولي بالكومنتات، لكن هاي واحدة من القصص مع سوبرمان، قصة حلوة أنا تونست بيها. الرسم مالتها كلش حلو، لجيم لي واحد من أشهر الرسامين بدي سي كوميكس، وطبعا من أشهر الكتاب سكوت سنايدر اللي هو كتب باتمان ران مالته كانت كلش حلوة. فسكوت سنايدر وجيم لي سوين إن كومبينيشن، القصة كلش تونس، وواحدة من أكثر القصص اللي حبيتها سوبرمان.